الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحلقة السادسة من إتقان تفسير سورة الكهف. في الحلقة السابقة تناولنا قصة صاحب الجنتين، وقصة صاحب الجنتين رجل ربنا أراد أن يختبره فاختبره بالدنيا، فتح عليه الدنيا. طب بعد ما ربنا فتح عليه الدنيا إيه اللي حصل؟ رسب في الاختبار فزالت نعمته، وده عقوبة من لم يبذل ماله وجهده ونفسه لإصلاح دينه. طيب خاتمة بقى الصورة، خاتمة الصورة عبارة عن إيه؟ إزازتين دواء، زجاجتين دواء، دوايان. الدوايين دول معمولين لكيف تنجو من فتنة الدنيا. عشان تنجو من فتنة الدنيا لازم تطبق قاعدتين هامتين جدا. ما هاتان القاعدتين؟ أولا إن الدنيا دي قصيرة جدا، وكل النعم في الدنيا مرحلة وهتعدي وتمر وهتضيع. واضرب لهم مثلا حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الدنيا ديت أي نعمة بيجيلك في الدنيا ما هي إلا فترة وهتتاخد منك. صحتك فترة وهتتاخد منك، مالك فترة وهتتاخد منك، أولادك فترة وهيبعدوا عنك، فترة وهتمشي وبسرعة جدا. زي المطر في الصحراء ما ينزل يطلع أعشاب، سرعان ما الأعشاب بتدبل بأول ما المطر يزول على طول. طب إيه الدنيا دي بقى؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أي مال أي بنون زينة الحياة الدنيا، فترة وهتروح. طب يا رب ماذا أفعل مع هذه النعم لكي لا تزول النعم وتنتقم مني كما انتقمت من صاحب الجنتين؟ أنا أقول لك القاعدة الثانية بقى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. شطرتك ونجاحك إنك تحول الدنيا الفانية اللي عامله زي الأعشاب بتاعت الصحراء إلى باقيات صالحات. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربنا رزقه بشيء فذبحها وفضل يتصدق بها، فتصدق تصدق. وبعدين بيسأل السيدة عائشة ماذا بقى في الشاة؟ قالت فنيت كلها إلا الذراع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها إلا الذراع. فالشطارة بقى إن كل مال يجيلك لازم تطلع جزء لله ويكون هما باقيات صالحات. الشطارة كل عمرة وحج يبقى باقيات صالحات. الشطارة إنك تخلي ابنك مش ياخد شهادات عليا، ده هدف رقم اتنين، لكن ابنك يحفظ القرآن ويتعلم مع المتدينين ويسبح ربنا بكرة المعشية. الشطارة انك دايما تحول الدنيا الفانية الى باقيات صالحات. دي قاعدة للنجاة من اي فتنة في الدنيا. اي نعمة تجيلك لابد ان تحول جزء كبير منها للباقيات الصالحات، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. طيب بعد كده نخش في العقوبة الثانية لمن لم يصلح دينه ويضحي بماله وجهده. ايه العقوبة دي؟ يوم القيامة. طب يوم القيامة ده مرحلة واحدة ولا كذا مرحلة؟ لا أكثر من مرحلة. مرحلة الأولى مرحلة الانتظار، 50,000 سنة لحد ما ينفخ، لحد ما الناس كلها يتنادى عليهم، دي مرحلة الانتظار. وبعدين مرحلة الصفوف، بنقف صفوف محدش يقدر يتحرك من مكانه، كل واحد يقف حسب منزلته. ثالث مرحلة مرحلة الكتب، وانت واقف صف تنزل الكتب عليك، تمسك تاخد كتابك بيدك اليمين او الشمال. واخر مرحلة مرحلة العرض على ربنا والعتاب. يبقى 4 مراحل. الذي لم يصلح دينه ليه 4 مراحل كاملة. في مرحلة الانتظار ايه اللي يحصل؟ ويوم نسير الجبال، يقف الانسان اللي معصيه اكتر من حسناته، يجد الجبال تسير فوقه وعمالة تتساقط على الناس. طب عاوز يهرب، اول مهرب يفكر فيه انه يهرب في اي نفق او جبل او اي حاجة، بس ما يلاقيش. ليه؟ ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة، يلاقي الارض كلها مستوية. قال تعالى فلا ترى فيها عوجا ولا أحد. بارزة يعني مستوية، لا حاجة فوق يطير فيها ولا كهف تحت يستخبى فيه ولا مبنى ولا اي حاجة. طيب المهرب الثاني ان يدور على اي واحد صاحبه ربنا منجيه ومقعده في ظله وحميه يروح يتحمى معاه.
يشوف اي واحد من الناجين يوم القيامه ربنا حميهم وحافظهم يروح يتحامى معاه. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احد. لقى كل اصحابه اللي كانوا بيعملوا معاصي معاه محشورين معاه فلم نغادر منهم احد. يعني لا مكان يهرب فيه ولا صاحب يهرب فيه. دي المرحلة أول 50,000 سنة واقف مرعوب والجبال تتساقط فوق رأسه. طيب تاني مرحلة، مرحلة الصف. بعد ما تنتهي 50,000 سنة الناس كلها بتتصف صفوف، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. وكل مجموعة من دول بتتصف حسب عملها. فأصحاب المشأمة فيهم أهل الربا صف، أهل الأغاني صف، أهل الخمرة صف، أهل المخدرات صف، تاركين الصلاة صفوف، واللي عاملين المبقات كلهم صفوف، كل واحد حسب منزله. وأهل الجنة برضو أهل الصلاة صف، أهل الصيام صف، واللي جامعين من كل الخير صف. طيب طب عند بقى الصف، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. اتعرضوا صفوف وهم عارضين صفوف عمالين يتلاموا واقفين عريانين كما خلقناكم أول مرة. يبقى صف محبوس، وتاني حاجة عريان، وتالت حاجة عمال يتلام لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. طيب كده مرحلتين، مرحلة الانتظار ومرحلة الصفوف. طب المرحلة التالتة مرحلة الكتب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب، كل واحد خد كتابه وراه واتفاجأ إن الكتاب فيه كل صغيرة وكبيرة، وقعد يبكي ويقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بكاء وعويل وحزن وضيق إلى أقصى درجة. بعد ما الانتظار والصفوف والكتاب يتنادى عليه يقف قدام ربنا. دي المرحلة الرابعة. في المرحلة الرابعة دي بقى ربنا بيلوم على أمرين. أول أمر بيلوم عليه طاعته للشيطان وبيحكي له. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ربنا والملائكة بيفكروهم إن في يوم الأيام ربنا قال للملائكة سجدوا لآدم سجود تحية، فسجد الملائكة سجود تحية إلا إبليس أبى وكان من الفاسقين، ولذلك ربنا عقبه. طب بعد ما هو بيكرهك وبعد ما ربنا انتقم منه عشان ما محيكش تتخذونه وذريتها أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أولياء يعني مطاعين. يبقى أول حاجة ربنا بيلومهم في العرض على طاعة إبليس. تاني حاجة بيلومهم على الكفر أفتتخذونه وذريتها أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. بعض الناس يقول بس الجن كان ممكن يحرق لنا بيوتنا، الجن كان ممكن يقتلنا، الجن كان ممكن يخلقنا. فربنا بيقول لهم الجن ده كان ضعيف. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، لم يشاهدوا خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. ويوم يقول نادوا شركائي، ده بقى الموضوع التاني، إن ربنا بيقول لهم نادوا شركائي اللي انتوا كنتوا بتعبدوهم فدعوهم. كل واحد بدأ يدعي المعبود اللي كان بيعبده، اللي كان بيعبد المسيح بيدعوه، اللي كان بيعبد إبراهيم بيدعوه. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. الآلهة اللي كانت معبودة ألقيت، الشيطان اللي أمرهم بيتمثل لهم في صورته ويترمى في نار جهنم، ويبقى بين الإله وبينهم وبين الإله بتاعهم موبقا اللي هو النار. دول الأربع عقوبات في الأربع مراحل، مرحلة الانتظار، مرحلة الصف، مرحلة الكتاب، مرحلة اللوم والعتاب. قل قولي هذا واستغفر الله ولكم.